السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام صياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 5 أو الصف الخامس الابتدائي ترم 1 الترم الأول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 We plant our food، نحن نزرع طعامنا. والنهاردة هنشرح Lesson 5، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا Lesson 5 هي Lesson سهلة قوي وفيها كلمات جديدة، بس كلمات سهلة وبسيطة لازم نحفظها كلنا. طبعا اول حاجة عندنا كلمة dish. dish يعني طبق او اكلة. semolina، سيمولينا يعني دقيق خشن اللي هو دقيق البسبوسة. sugar، sugar يعني سكر. melted butter، melted butter يعني زبدة سايحة. baking powder، baking powder يعني بودرة خبز. almonds، almonds يعني لوز. syrup، syrup اللي هو شراب مركز، شربات البسبوسة، العسل اللي احنا بنسقي بيه البسبوسة اسمه ده syrup. diamond shape، diamond shape يعني شكل معين اللي هو الشكل ده. عندنا كمان بعض الافعال لازم نحفظها. turn on، turn on يعني شغل جهاز. get hot، get hot يعني سخن. weight out، weight out يعني يزن، يعني الوزن بتاعه قد كده. mix، mix يعني يخلط يمزج. add، add يعني يضيف. pour، pour يعني يصب او يسكب. cook، cook يعني يطهي. bake، bake يعني يخبز. boil، boil يعني يغلي. take out، take out يعني يخرج. cut، cut يعني يقطع. share، share يعني يشارك او يتشارك. عندنا كمان كلمة stuffed، stuffed يعني محشو، يعني محشي حاجة معينة. stuffed. oven، oven يعني فرن. by hand، by hand يدويا. mixture، mixture يعني خليط. saucepan، saucepan يعني قدر حلة صغيرة. knife، knife يعني سكينة. cup، cup يعني فنجان. ودرينكس، drinks يعني مشروبات. طبعا في الدرس ده واضح جدا ان هو بيكلمنا عن الاكل والريسيبيز او الوصفات بتاعه الاكل، فهنا بيكلمنا عن ريسيبي من الريسيبيز المختلفه، وهي ريسيبي جميله قوي. فبيكلمنا هنا بيقول لنا look and read what is the recipe for، الوصفه دي بتاعه ايه. هو بيقول لنا مدينا الانجريدينتس او المقادير بتاعه الريسيبي او وصفه الاكل ده، وكمان طريقه التحضير بتاعتها، وبيقول لك الريسيبي دي بتاعه ايه بقى. فأول حاجة الـ ingredients أو المقادير بتاعت الوصفة. 2 cups semolina، 2 cups semolina كوبايتين من دقيق السيمولينا، دقيق البسبوسة. 1 cup yogurt، 1 cup yogurt اللي هو كوب زبادي. 3 cup sugar، 3 cup sugar يعني هو تلت كوباية من السكر. 1/2 cup melted butter، half cup melted butter يعني نص كوباية من الزبدة السايحة. 1 teaspoon، TSBD يعني teaspoon اللي هي معلقة شاي. 1 teaspoon baking powder يعني معلقة من البيكنج باودر اللي هو بتاع الخبيز. 1 cup coconut، 1 cup coconut يعني كوباية من جوز الهند. almonds، almonds يعني لوز. syrup، syrup اللي هو الشربات، اللي هو الشربات المركز. 3 quarters cup water يعني 3 ارباع كوباية مية. 2 teaspoons honey، 2 teaspoons honey ومعلقتين من عسل النحل. طبعا هو بيسميها هنا my favorite recipe او وصفتي المفضلة. فبيقول لك بقى هي طبعا واضح قوي ان هي بسبوسة زي ما احنا شايفين قدامنا والجميلة اللي احنا كلنا بنحب ناكلها. تعالوا نشوف بقى هو بيعملها ازاي. We cook lots of different things، احنا بنطهو اشياء كتيرة قوي مختلفة. such as lentil soup زي شوربة العدس. الفول المدمس.
and stuffed vegetables والخضروات المحشية. My favorite thing الشيء المفضل بالنسبة لي to bake is بسبوسة, ان انا اطهو البسبوسة, ان انا اعمل بسبوسة. This is how you make it, ده ازاي تعملها, انا هقولك ازاي تعملها دلوقتي. First, اولا you need to turn your oven on to get it hot, انت محتاج ان انت تشغل الفرن بتاعك علشان تخليه يبقى سخن. Then wait out the ingredients, وبعدين اوزن كده المكونات اللي انت هتحطها, حطها بميزان مظبوط. Then you mix the semolina, coconut sugar and melted butter, بعد كده انت هتخلط الدقيق والجوز الهند والسكر وكمان الزبدة السايحة. You should mix these ingredients, انت محتاج ان انت تخلط المكونات دي by hand بايدك. I love doing this, انا بحب ان انا اعمل كده. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish, بعد كده هتحط لها الزبادي وبعدين هتصب المكستشر ده او الخليط ده into a baking dish, في صينية طهو اللي هي صينية خبيز اللي هندخلها في الفرن. You can use a knife, انت ممكن تستخدم سكينة to make diamond shapes علشان تعمل الشكل المعين اللي احنا شفناه في الاول ده, اللي هو الشكل السداسي ده, اللي هو الشكل المعين ده on top of the بسبوسة, على 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 قمة البسبوسة, على الصينية نفسها يعني. Put an almond on each diamond, حط بقى لوز في كل دايموند. دايموند يعني ماس طبعا, اللي هو الشكل الماسي اللي احنا شفناه ده. حط بقى لوز في كل شكل سداسي, في كل شكل دايموند, في كل شكل معين انت هتكونه بالنايف او بالسكينة اللي انت هتستخدمها. It looks really pretty, هي شكلها جميل فعلا. Bake the basbousa, اطهو البسبوسة او اخبز البسبوسة in the oven for 30 minutes, هتطهوها لمدة 30 دقيقة في الفرن. Make the syrup, اعمل الشربات بتاعها المركز. Put the honey, ضع العسل. Water and lemon juice, السكر والمية والعسل وعصير الليمون into a saucepan, في حلة طهو صغيرة. Boil the mixture, اغلي الخليط for about 10 minutes, لمدة 10 دقايق. Take it out of the oven, طلعها من الفرن. Then pour the syrup over the بسبوسة, وبعدين صب المشروب الشربات ده على البسبوسة. Cut the بسبوسة, اقطع البسبوسة and share it with your family, وبعدين شاركها مع أسرتك الجميلة. وبكده نكون قرينا الباراجراف ده. طبعا هنا بيعرفك وبيقول لك TSP هو اختصار teaspoon full, او معناها ملء معلقة شاي, معلقة صغيرة يعني. و TBSP الاختصار ده معناه teaspoon full, ومعناها ملء معلقة الطاولة, معلقة كبيرة مش معلقة الشاي. يبقى في TSP دي معلقة شاي صغيرة, و TBSP دي من المعلقة الكبيرة اللي احنا بناكل بيها, دي طبعا المعلقة الأكبر من التيسبون. وبكده نكون انهينا شرح ليسون 5 وليسون 6, وانهينا شرح يونت 1 في منهج كونكت. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان, انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.